نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل المحلل الرياضي المتميز الحقيقه محمد خليفه. خلينا نرحب بيه مع حضراتكم. محمد عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، سعيد ان انا مع حضرتك كابتن محمد، وسعيد طبعا ان انا في قناه الزمالك هنا. طبعا حبيبي خليفه طبعا دايما بتشرفنا وتنورنا، وبتبقى عندك كده زوايا من يعني من نوع تاني في تحليل المباريات. عايز الاول ابدا معاك في لا، اول رايك. حاجه ان انا بتشرف ان انا موجود معاك يا كابتن حبيبي محمد حبيبي والله. خليفه نورنا. عايز ابدا معاك من ماتش سيراميك كليوباترا الاخير، 4 اهداف ودخل فينا هدفين برضو. احيانا متضايق من فكره الاهداف اللي بتدخل فينا، بس ايه رايك بشكل عام عن نتيجه الماتش ويعني الاداء في مباراه سيراميك كليوباترا اللي فاتت؟ مباراة سيراميكا كليوباترا كان لها وجهين يا كابتن محمد. الوجه اللي انت اتكلمت عليه ان الزمالك احرز 4 اهداف، دي حاجة تحسب جدا للزمالك، وهي نقطة في زمالك جوميز. هو زمالك جوميز بيقدم كرة في الاغلب هجومية، فيها سيطرة، فيها خلق فرص كتير، لكن تبقى المشكلة الدفاعية في رأيي انا بتؤرقنا شوية. يعني لو بصينا لارقام اللقاء تعكس اللي احنا بنتكلم فيه ده. ارقام اللقاء بتقول ان الزمالك في اللقاء ده عمل 19 محاوله على المرمى بشكل عام، منهم 12 محاوله اون تارجت اللي هو بين الثلاث خشبات. ده رقم كبير جدا ورقم مميز ان فرقه تسدد على المرمى 12 محاوله، ده رقم كويس جدا، منهم 4 اهداف طبعا. لكن الجزء السلبي ان سيراميكا كليوباترا كان عنده 11 محاوله منهم 4 اون تارجت. 4 اون تارجت مش رقم كبير، عادي ان اي فريق يتشاط عليه 4 كرات، لكن انت استقبلت منهم هدفين. كمان الاهداف المتوقعه للزمالك كان المفترض يعني بحسب الفرص اللي خلقها الزمالك كان ممكن يسجل حوالي 5 اهداف، بس في نفس الوقت كان ممكن يستقبل 3 اهداف. يعني الزمالك حتى استقبل عدد اهداف اقل، استقبل اهداف اقل من المفروض كان يستقبل، كان المفروض يستقبل اكتر. لان لو ما ننساش ان ابوكا انفرد وقندوسي انفرد، فدي زودت طبعا الاهداف المتوقعه في سيراميكا. فمجمل كده الزمالك خلق 15 فرصه وسيراميكا خلق 10 فرص. فلو ناخد الشق الايجابي، الزمالك عمل فرص كتير جدا ودي تحسب للزمالك بشكل عام، وهنتكلم عليها تفصيليا خط الوسط وهجوم الزمالك. لكن لازم في الاول ننبه، لا الحته فكره ان يتصنع علينا 10 فرص، يتشاط علينا 11 كوره، 4 كرات بين الثلاث خشبات منهم هدفين، ده رقم يعني بالنسبه لي مش ايجابي، لازم نقف عنده شويه. ولو بصينا على توزيعه المحاولات بتاعه سيراميكا اثناء اللقاء هنلاقي ان سيراميكا بدا اللقاء مش برتم عالي قوي، لكن جه في نص الشوط الثاني بعد تقدم الزمالك كان سيراميكا عمل محاولات حوالي 4 محاولات على مرمى الزمالك، ورجع تاني في الزمالك، رجع سيطر تاني ورجع سيراميكا في الشوط الثاني، فضل يضغط يضغط يضغط، وفي نهايه اللقاء بقى الماتش الجيم كان اتفتح بين الفريقين. فالزمالك ما قدرش اللقاء كله دفاعيا بنفس المفروض اللي الزمالك يكون نازل الجيم بتاعه قادر يمنع الفريق التاني ويخلق عليك الخطوره دي. لازم الدنيا تتحسن افضل من كده في رايي من الناحيه الدفاعيه. والمباراه دي كانت اعتقد جرس انذار لجوزيه جوميز ان الزمالك محتاج يتحسن دفاعيا. على قد ما احنا بنقول برافو لوسط الزمالك في خلق الفرص، برافو لهجوم الزمالك من شلبي، زيزو، نضاي، الناس اللي بتساند، حتى الناشئ عمار، كل ده نقول لهم برافو، لكن دفاع الزمالك لا، في علامه قلق محتاجين ان احنا نشتغل عليها ونحسنها بشكل كبير. طب التركه فين في الحته الدفاعيه؟ هل ان انت عندك ما بتلعبش باك ليفت صريح، او اللي بيلعب بيبقى بس بيأدي غياب فتوح وعبد الشافي، ولا التركه ان انت في نص الملعب محتاج تقرب المسافه شويه ما بين السردباكات؟ يعني الحته الدفاعيه تتعالج ازاي، او ايه المشكله اللي مخلينا نستقبل اهداف كتير حتى انفرادات كتير زي ما انت قلت؟ خلينا نقول ان في جزء اخطاء فرديه. يعني يا كابتن انت سيد العارفين، يعني احيانا انت المدرب راس فرقته مظبوط، فجي باك او ديفندر اهدى الخصم الكره فحصل عليك تحول ما، فدي ما تقدرش تقول للمدرب دي مشكلته. لكن اما يجي في احيان تانيه تلاقي الفريق اللي قدامك وانت في بناء لعب عادي من غير ما يكون عليك تحول ولا مرتد ولا حاجه، ولا من غير يكون في خطا، والفريق عمل مجرد اكتر من نقله فراح مساحه فضيت في الملعب، فتعرف ان في مشكله هنا تكتيكيه. الزمالك دفاعيا عنده المشكلتين، في اخطاء فرديه، في اخطاء فرديه. تعال نشوف الاخطاء الفرديه دي كانت موجوده ازاي. يعني مثلا الزمالك استقبل هدفين، تعال نشوف الهدف الاول اكتر من اللقاء في نهائي الكاس، الهدف الثاني دي حقيقه في الجونه. طيب صح، ده الاخطاء الفرديه يا كابتن ابو العلم.
بس هل التكتيك بتاعنا بريء من الموضوع؟ يعني هل هي بس اخطاء فرديه؟ لا، تعال نشوف متوسط تمركزات الزمالك وطريقه اللعب شويه. الزمالك بيحاول دايما يستحوذ، دايما الزمالك ارقام بساطه كبيره. الزمالك بيعتمد على وجود عبد الله السعيد ونصر ماهر مع دونجا، فعلى قد ما بتاخد المزايا دي على قد ما بيبقى ريسك. تمركزات الزمالك بتسيب دونجا في مواقف كتيره لوحده، وده اللي بيسبب احيانا ان وانس غلطه واحده تحصل من دونجا بتلاقي خط دفاع الزمالك اتكشف تماما. يعني متوسط التمركزات، انا عايز برضو زي ما انت بتتكلم عن دونجا لازم اشيد ان دونجا الموسم ده عامل موسم خطير، ولازم اشيد بيه بشكل كبير جدا جدا جدا، وهو فعلا وجوده يعني صمام امان مليون المية. وهو في اللقاء ده سجل هدف. احنا ما بننتقد دونجا عشان بندور على الاحسن، يعني بندور. وممكن على فكره برضو طوال المباريات شويه ارهق، خلي بالك مركز سته ده من المراكز اللي بتحرق اللعيب. انت حضرتك لعبت سته وثمانية في الفرقه كلها. بالظبط. فيمكن يعني دونجا اللقاء ده شويه كان عليه شويه ملاحظات، بس دونجا طبعا طول الموسم، انا باكد على اللي حضرتك بتقوله يا كابتن محمد، ان هو عامل موسم جيد جدا. لكن هنا في الزمالك في التركيبة خط النص دي بتحتاج وعي جدا من دونجا، وبتحتاج مساندة. لو المساندة اتأخرت شوية من شلبي، من زيزو، من عبد الله السعيد، هي دي اللي بتحصل المشكلة شوية. لأن فكرة ان انت بتعتمد ان الكرة معاك، بس في اللحظات اللي الكرة ما بتبقاش فيها معاك لازم اللعيبة تبقى واخدة بالها من نقطتين: ازاي يقفل المساحة اللي قدام الدفاع، وازاي الأطراف بتاعتي تبقى مرتدة، خاصة زي ما انت قلت في غياب فتوح اللي هو الباك الشمال الاساسي بتاعي اللي بيبقى قافلها. يعني لما بلعب بفتوح وعمر جابر بتبقى الدنيا مقفوله شويه، لان هم متمرسين، لما بتحط موقف واحد على واحد بيطلعوا منها. انما لما بتحط شحاته، رغم ان هو بيقدم لقاءات عظيمه جدا، لكن لما بتحطه في واحد على واحد شويه ما بتبقاش الدنيا افضل شيء. تعال نشوف شويه فرص اللي بتبين لك يا كابتن فكره اللعب. على قد ما كنا عندنا مشاكل شويه في اللقاء، انما وجود زياد كبديل، خلي بالك برضو اما زياد ينزل فريش ليج في الدقيقه مثلا حاجه و70 دي بتساعد. لا ده انا كمان الجون ده لفت نظري لحاجه، ده في كام نقله. ده الجون ده لو عدينا في كام نقله يا ريت حتى زمايلي يعدوها. وانت الحقيقه بروست دور زياد كمال في محور الاداء، يعني خلي بالك هو 16 نقله، حوالي 16 نقله. كمان ان انت ما يكون محور الاداء في زياد كمال الحقيقه دي نقطه مهمه جدا. انا بشيد بيه جدا في الهدف. هو رجع لك الكوره مرتين. لا ده انا اقول لك حاجه ثانيه، معلش انا اسف، انا عشان احساس بالمكان اللي انا بتاع مركز سته ده، اللعيب اللي بيوزع الكره يمين استلمها وشمال ده دور اساسي، وبالاضافه ان انت بيرجع الكره بسرعه، ده هو ده الدور البيرفكت اللي بيتعمل. وبيظهر زمان يا كابتن بيحل الحته، يعني هو ظهر اكتر من مره للعيب. بس فكره الخطوه والخطوتين اللي مثلا لعيب مركز سته ومركز ثمانيه بياخدوهم عشان يسهل لزميله الباص بتفرق كتير جدا مع فكره. انت كنت بتقول ان سيراميكا بتضغط، ما هو الضغط معناه دايما لازم بيحتاج المساكين والمدافعين حد يظهر علشان يستلم منهم. انا بشيد بزياد في الفتره اللي لعبها، وبشيد بمحمد عاطف على فكره وعمار كمان من ايوه بروميسنج ان شاء الله. بالظبط بالظبط. اكدوا لي بس ان هي 12 نقله، 12 بس شكلهم حلو قوي الحقيقه. تمام. وشمال وفي القلب وتغيير ملعب، لا يعني وبعد كده اختراقات فيها كل، وخلي بالك يعني هو ممكن اللي قال النقلات يا كابتن ابو العلا ان السيراميك خدت الكره قطعتها مره. يعني هو في لحظه احنا كنا عاملين هجمه ورجعنا تاني، فهم ممكن يكونوا اكتر. عدوا 12 بعد القطع. بالظبط. يعني قطعه مثلا هي ممكن تكون بالزبط. لمستين ولا حاجه، بس مجملها عاجبني فيها انسيابيه، وفيها اللي انت قلت عليه اللي هو تحرك بين الخطوط، لان تحرك الديفندرين في وقت معين ده بتاخد الكره بين الخطوط، ده بيضرب الخطوط بقى مهم جدا يا خليفه. وهو اصلا كره جوزيه جوميز على فكره، يعني احنا ساعات يعني انا بس عشان نقول للمشاهدين، احنا لو كان عندنا نقطه بنتكلم فيها في النقطه الدفاعيه، ولكن انا باكد ان جوزيه جوميز من المزايا اللي فيه ان هو فعلا رجع الكره اللي الزمالك بيلعبها حلوه. يعني انت دلوقتي ماتشات الزمالك نفسها اصلا فيها جزء ما وانت بتتفرج بتبقى مبسوط يا كابتن ابو العيله. في مدربين ناجحين على فكره ما كانوش بيلعبوا كوره حلوه، يعني كارتيرون كان مدرب ناجح، بس الماتشات نفسها ما كانتش فيها الامتاع ده. جوزيه جوميز واقعي، يعني مش متطرف زي اسوريو، بس في نفس الوقت بيقدر يقدم كوره جميله. ساعده على ده طبعا نوعيه اللعيبه اللي الزمالك هياخد معاها في يناير، كويره هو بيحب لعبه الكوره، وهو الزمالك حمل لعيبه كويره، حمدي، شحاته، طبعا عبد الله السعيد، ناصر ماهر، ودول جايين لهم. بس الزمالك لما زود الكواليتي بتاع لعيبه الكوره ده ساعد جوزيه جوميز اللي هو بيلعب الكوره دي، الكوره اللي الزمالك هو اللي بيسيطر، هو اللي بينقل. واعتقد هي دي طبيعه لعب الزمالك التاريخيه. يعني احنا حتى لو كنا حققنا بطولات في فترات من غير الطبيعه دي، يعني احنا ممكن حققنا بطولات مع باتشيكو، مع فريرا. مع كارتيرون، بس برضو الزمالك تاريخيا طبعه اكتر بيميل
تاريخيا يعني لا الزمالك هو دايما غالبا الفريق المبادر اللي الكوره بتبقى في رجله اللي هو اللي بيصنع الخطوره. يعني انا بقول ان يكون عندك 3 4 لعيبه يكيفوك في الكوره. الباتشين اللي لعبناهم السنه دي ضد الاهلي رغم ان فيهم لقاء انا خسرته في كاس مصر ولقاء انا كسبته، اللقاءين دول الزمالك ما لعبش مباريات كتير ضد الاهلي بان هو الطرف المهيمن والمسيطر من فتره طويله دي، حتى المباريات اللي فزنا فيها قبل كده، بس فكره السيطره اللي الزمالك سيطر بيها على اللقاءين ممكن ما كانتش موجوده من فتره طويله يعني. طيب كمان كان لو كان انت اتكلمت شويه على الايجابيات نقدر نقول اللي موجوده لمستر جوزيه جوميز، ولا عايز تضيف فيها حاجه؟ عايز اتكلم على خط وسط الزمالك. اتفضل. يعني لو كنا انتقدنا شويه التمركزات الدفاعيه، لكن خط وسط الزمالك وانتقالات يناير بقى يعني ممكن ابرز اسمين كانوا موجودين، احنا اتكلمنا عن زياد هنا ودوره، لكن ابرز اسمين الزمالك ضمهم فعلا مع احمد حمدي ربنا يشفيه طبعا ويقوم بالسلامه هو ناصر وعبد الله السعيد. ناصر في مباراه سيراميكا ظهرت فيه حاجه انا بتمنى ان هي تزيد اكتر واكتر مع ناصر. ناصر لعيب على فكره ايجابي جدا، بيصنع كويس جدا، بيروح على الجون بشكل كويس جدا، بس ما كانش بيشوط بشكل كويس جدا. لقاء سيراميكا لا ناصر حته التسديد دي بيكفي ان هو تسبب في هدف وتسبب في ضربه جزاء لولا الغاها من الفار، يعني دي حاجتين كبار غير كده لا حاول. تعال نشوف يا كابتن الفتره اللي كان ناصر نشيط فيها جدا في الشوط الاول ونهايه الشوط الاول، دي محاولات الزمالك في اللقاء عموما من الدقيقه 30 للدقيقه 45 دول 9 محاولات، الرقم فوق ده 10، فالزمالك عمل 9 محاولات ده رقم كبير جدا عمل في ربع ساعه. دي اكتر فترات نشاطا لناصر ماهر، كان هو مميز جدا في الفتره دي قبل ما الزمالك يرجع تاني ينشط بالتغييرات في نهايه اللقاء. يعني الزمالك كان عنده فترتين نشاط، الفتره في نهايه الشوط الاول والفتره بتاعه نهايه الشوط الثاني. فتره الشوط الاول دي انا اعتقد بطلها ناصر ماهر في حته التسديد. تعال نشوف محاولات الزمالك مين اكتر اللاعبين محاوله في المرمى في الزمالك، هنلاقي في لقاء سيراميكا اكتر اللاعبين تسديدا ناصر ماهر 5 محاولات للتسديد. الميزه ايه بقى؟ انهم 4 اون تارجت، ده عدد كبير ان لاعب خط وسط يسدد 4 تسديدات الحارس المرمى هو اللي ينقذهم، مش 4، هي تسديده واحده بس اللي طلعت بره المرمى و4 تسديدات على المرمى. الميزه كمان ان الاربع تسديدات هنشوفهم بقى مش تسديدات مثلا، ما انت ساعات ممكن تشوف من نص الملعب كرات ضعيفه الحارس يتناولها، لا تسديدات مؤثره جدا. دي اول كوره اللي هي كانت عبد الله السعيد. عبد الله السعيد على فكره الراجل بيلعبه في المركز ده عشان شويه الباصات البسيطه دي اللي هي تبان انها بسيطه لكن دي باصات مفتاحيه. والراجل على فكره النهارده في التدريب خليفه اتكلم عن فكره التسديد، يعني اكد يا جماعه قال لهم يا جماعه عايزين نهتم بالتسديد اكتر، ده كان ليه فضل كبير في الفوز في ماتش سيراميكا كليوباترا، وكان ابتدى كمان يعمل تدريبات قويه او كتيره شويه على فكره التسديد كتير على المرمى، ده تاكيدا لكلامك يعني. انا باكد برضو على فكره استخدام عبد الله السعيد، انت كنت كابتن محمد كنت بتلعب اصلا في الناشئين مركز 10 وتحت الفراوده حاجه زي كده، وتم توظيفك جنب كابتن تامر عبد الحميد كلاعب مساند ليه عشان الجزئيه دي. كل الفرق بتدور على فكره ان يبقى عندك مع الديفندر الاساسي حد تاني عنده القدره دايما على التبرير اللي قدامه. على فكره هي عالميا كتير جدا بيتم توظيف ساعات اجنحه بيتم تغيير مركزها للاعيبه عمق في الملعب علشان الحته دي. يعني احنا كنا مبهرين جدا بالكوره اللي بيلعبها سان داونز، سان داونز برضه من ضمن الحاجات هم جابوا جناح ولعبوه جنب الارتكازات، في فرق كتير في العالم بتشتغل على الفكره دي، انا ممكن اجيب لاعب مميز جدا وليه اسهاماته الهجوميه الكبيره واضحي بدي مقابل ان انا اقدر اسيطر وان انا اقدر اطلع من تلت ملعبي الاول، لان الكوره مش كلها في التلت الاخير، الكوره بتتلعب في الجزء في التلت الاول والتلت الاوسط والتلت الاخير كمان، ففرق طالما انا عندي لعيبه ممكن في التلت الاخير فعاله. يعني مثلا الزمالك اما ليه جوزيه جوميز بيلعب عبد الله في مركز 8 مثلا، ما انا عندي ناصر وعندي احمد حمدي اول ما اقوله وعنده عبد الله السعيد، فهو عايز يستفيد منهم كلهم، فازاي يعمل التركيبه؟ فضحى بعبد الله في الادوار الهجوميه واوكل اليه مهام في وسط الملعب عشان يقدر يستفيد من الثلاثه عبد الله وناصر واحمد حمدي، وحاليا بيقدر يستفيد من مصطفى شلبي وزيزو مع ناصر ماهر، وبيقدر يستفيد كمان من عبد الله السعيد. كنت عايز اقول حاجه على عبد الله السعيد تاني؟ طبعا. هو عبد الله احنا يعني اتكلمنا عبد الله الاول بس الماتش بكره ان شاء الله يكون مباراه رقم 450 ليه في الدوري المصري الممتاز، وده قرب بيه لرقم عصام الحضري 451 وعبد المنصف 405
وخمسين، فان شاء الله ممكن يكون اكتر لاعب في التاريخ باذن الله في الفترات اللي جايه او الماتشات المتبقيه للزمالك يعدي الحاجز ده اكتر لاعب في التاريخ، وهو يعني حاجه يستحقها عبد الله. انا عايز ااكد على فكره في حاجه في عبد الله ما بنتكلم عليه. عبد الله عنده الحاجتين، في يعني في الاستمراريه وطبعا التميز الفني. في لعيبه كتير من اللي هي بتعمل ارقام عاليه يا كابتن، زي ما انت ذكرت اسمين كبار، كابتن عصام الحضري وكابتن حماد عبد المنصف، لكن ينقصهم شيء في رايي انا بالمقارنه بعبد الله، ان هم العمر تقدم بيهم شويه، مستوى التنافسي اللي كانوا قادرين يكملوا فيه قل، يعني لعبوا في انديه قل، ما بقاش قادر يلعب في انديه مستواها عالي، اللي هو ما بقاش قادر يلعب على انديه بطوله. انما فكره ان عبد الله طول مسيرته بيلعب نادي الاسماعيلي، نادي كبير جدا طبعا، نادي الاهلي نادي منافس دايما وقوي جدا ودايما بيحقق بطولات، بيراميدز نادي عبد الله من الناس اللي ساهمت حطته في خريطه المنافسه حاليا في الزمالك، نادي دايما من الانديه اللي بتنافس والمتواجد. ففكره ان انت كلاعب تكون قادر على ان انت مثلا تحقق بطوله وانت عمرك صغير وترجع تاني تحقق بطوله وانت عمرك كبير، ده دليل على الليفل التنافسي العالي اللي انت تقدر تحافظ على نفسك بيه، ودي من الحاجات اللي تحيا جدا في عبد الله السعيد. يعني هو عبد الله مثلا على فكره هو حاليا بقى اكبر لاعب سجل للزمالك طول تاريخه. يعني كان كابتن احمد حسن وكان كابتن حسام حسن وعبد الله ضرب الرقم بالهدفين بتوعه اللي سجلهم في سيراميكا ويفاركو، حاليا اكبر لاعب سجل بقميص نادي الزمالك هو عبد الله السعيد، هو قادر على ده. وكان طبعا موجود شيكابالا، يعني كان موجود شيكابالا، لكن وجود عبد الله السعيد حرمه من دي، كان شيكابالا عنده يبقى اصغر واكبر، لان شيكابالا اصغر من سجل بقميص نادي الزمالك، وكان ممكن يبقى اكبر، كان ممكن يبقى اكبر، لكن وجود عبد الله السعيد اللي اكبر من شيكابالا بتسع شهور يعني اوريدي، واعتقد ان يعني هم ممكن ينهوا في نفس الوقت او عبد الله كمان ممكن يكمل بعد شيكابالا، فاعتقد وجود عبد الله السعيد وتسجيله في الزمالك حرم شيكابالا من فكره الاصغر والاكبر، وان كان شيكابالا هيفضل هو اصغر مسجل بخميس الزمالك الى ان يظهر بقى ناشئ تاني معجزه كده باذن الله. وعبد الله حاليا هو اكبر من سجل بخميس نادي الزمالك، ومرشح لسه كل ما يسجل هيفضل يبعد الرقم ويصعبه على اي حد تاني. ما شاء الله مالكش في الارقام، حتى انت لما ضربت مثل خليفه بالاثنين اللي سابقينه في عدد الماتشات هم مركز حراسه المرمى، خلي بالك مركز حراسه المرمى عمره اطول، سنه اكبر، يعني بيوصل لحد حاجه 40 سنه 45 سنه يلعبوا. ففكره ان عبد الله وناهو برضه في انديه اقل شويه من الليفل التنافسي العالي في الدوري لكن المصري، لكن يحط نفسه في منافسه مع المركز ده، هو اللعيب الوحيد اللي دخل مع مركزين اللي سابقين هم حراسه المرمى بالظبط. وعبد الله كمان بيلعب، ده خلي بالك كمان بيلعب كمان في المراكز اللي هي بتحتاج يعني في ساعات المدافعين بيلعبوا بخبرتهم، المهاجمين بيلعبوا بخبرتهم، ده عبد الله يعني انت عارف كويس جدا مراكز خط النص قد ايه بتبقى مهلكه ومتعبه يعني. تعال نشوف كام لقطه كده لعبد الله اللي هي بتبرز شخصيه وتراكم خبرات كبيره جدا، عشان كده هي تبان ممكن انها عاديه، لكن هو الراجل اصلا ملعبه في الحته دي عشان يبقى هو ايه رمانه الميزان، هو المايسترو. وعشان كده بنشوف ساعات لعيب ايه الناس تقول ايه ما مظلوم راح للزحمه، ما هو راحش للزحمه، هو راح للزحمه عشان هو ما عندوش الرؤيه دي اللي هو التحضيره دي، يعني عبد الله السعيد بيعرف ما يبقاش في الزحمه وبيعرف ما يسحمش الملعب على نفسه، بيعرف يروح حتت فاضيه عشان بيبقى عنده دايما الاسكان كويس ودايما القرار جاهز. وفي النقطه بقى اللي بتساعد عبد الله قوي ان هو يقدر اللي هو في مخه يقدر ينفذه برجله، يعني في احيانا كتير ما زال الحمد لله جسد عبد الله السعيد قادر في اغلب الاوقات ان ينفذ اللي بيبقى في مخه، لان في لعيبه كتير مع التقدم في السن بتبقى الرؤيه سابقه التنفيذ شويه، انما عبد الله ما زال قادر ان هو يطوع اللي عنده للي في مخه ولقدراته. واحنا بنحييه وبناكد يعني ان احنا بنبقى مستمتعين فعليا واحنا بنتفرج على ناصر وعبد الله السعيد في وسط ملعب نادي الزمالك. طيب دلوقتي قصه الجزيري طبعا وناصر منسي الاثنين مش موجودين وسامسون لسه ما جاش، فقصه المهاجم الحقيقه الراجل بيحلها باوباما، اوباما دي على فكره يشكر عليه انه بيعرف يلعب في كذا مركز عشان الناس برده ما ترجعش تظلم اوباما تاني وضيع فرص ومستواه، لا اوباما لعيب هايل وكان ليه اضافه كبيره جدا قبل الاصابه وبعد الاصابه رجع بقوه. مين انسب واحد يلعب المركز ده؟ هل زي ما الراجل بيشتغل كده باوباما ولا ممكن نعتمد على حد تاني؟ انا بقول يعني هو ما بعد سيف الجزيري اوباما بيبقى موجود كويس، والراجل سجل في المصري وساهم بهدفين في لقاء فاركو اكيد يحسبوا ليه، لكن بجمله التجارب وبما انك كنت حضرتك انا كنت بسمعك في البدايه انت بتتكلم ان احنا في اثناء الموسم ده لازم ندي ناس ونجرب ناس، فانا اعتقد ان ابراهيم انضاي من الناس اللي ممكن تتجرب في المركز ده. هو عموما ابراهيم انضاي انا بتمنى ان احنا نشوفه اوقات اكتر في التلت الاخير، سواء بقى جناح
سواء جناح، لانه من مزايا ان هو جناح بيكمل، او سواء كمهاجم على فكره. يعني في الاوقات اللي انت بتلعب براس حربه وهمي، انا اعتقد ان بريمان داي يمتلك خصائص ممكن لو تجرب، انا ما اقدرش ابصم واقول اكيد، لكن من الناس اللي ممكن وانت بتتفرج عليه تحس ان ينفع، تحس ان انت عايز تشوفه في المركز ده تاني. بعد بما ان احنا بنجرب اوباما كمان نجرب ابراهيم انداي، لان ابراهيم انداي في ميزه عموما، هو هجوم مش وحش يعني، الراجل حتى مسجل 4 أهداف في الدوري في 734 دقيقة لعب، يعني الراجل بيسجل هدف كل حوالي 180 دقيقة، يعني كل ماتشين معدل النصف هدف، ده معدل كويس. يعني وخاصة ان في كذا اكثر من لقاء لعبه كظهير ايسر، دي انا اتمنى ان احنا ما نرجعلهاش ليها ابدا، يعني هو بالذات هو بيظلم نفسه وبيظلمنا في المركز ده. انما في التلت الاخير نضاي مسجل 4 أهداف مع الزمالك في الدوري، وبيدي ملامح كده ان هو ممكن لما بيتوظف في التلت الاخير سواء مهاجم او جناح ممكن يكون في ظل سكواد الزمالك الحالي مناسب، يعني ممكن يكون طموحنا في الاجانب احسن من كده، لكن هو مش سيء بالنسبه للسكواد اللي موجود، بالعكس يخليك ممكن تفكر فيه كمهاجم. تعال اوريك مثلا في كوره كده كانت في الدقيقه 86 في الرابع اللي احنا كنا نقصده اللي صنعه في ماتش السيراميكا، فهو فكره هو بيعرف يروح، عنده السرعه معقوله مش بطيء، عنده الارتقاء والجنب في الكرات العاليه بشكل كويس، بيعرف يتحرك كويس ورا المدافعين. لا وبدليل ان الراجل دايما بتحس ان هو بيدور له على توظيف، يعني لما بيجي مثلا يعطل في مركز ولا حاجه الراجل بتلاقيه بيحب يحط نضاي، عايز يعطل في تغييره ولا عايز يعمل تسوت برضه حاطط نضاي يعني في اعتبارات. انا في تقديري انه مجتهد وبيحاول، يعني فكره ابراهيم نضاي دايما بيحاول بيجتهد، يعني فانا بحترم على فكره نوعيه اللعبه دي. وانا باكد ان هو مع يعني اعتقد مع اوباما محتاجين يجرب، احنا المرحله الجايه دي من الدوري عايزين زي ما انت قلت كده نطلع بمكتسبات، فالمكتسبات ايه؟ اجرب نضاي كمهاجم زي مركزه، اجربه كجناح واكد عليه، محمد عاطف ياخد فرصه، عنبار ياسر ياخد فرصه، متيابه نشوفه في اوقات اللقاءات ممكن تسمح، سير اللقاءات يسمح للفرص دي، اتمنى ان هي تكون سامحه لدي. واحنا بناكد برضو ان اوباما زي ما سجل في المصري وساهم بهدفين في ماتش وفي ماتش فاركو كان مساهم في الهدفين. نروح لحراسه المرمى عشان عايز اتكلم عن صبحي. اسالك على حراسه المرمى، اللي قبل حراسه المرمى اولا عرفنا الحمد لله في تجديد لمحمد صبحي. الحقيقه شايف التجديد ازاي وده ممكن بقى يعكس او ينعكس على الفرقه ازاي؟ انا شايف ان محمد صبحي مر بمشكله السنه اللي فاتت لقاء الاهلي. قال اهلي السنه اللي فاتت اللي اسوريو لعبوا بفتوح ديفندر والفرقه كانت نازله خايفه. لما انت كلاعب اما بتلاقي التشكيله علن كده والفريق تحس انه مش متامن، اكيد اللعيبه كانت نازله مش في احسن حاله معنويه، اتلقيت هدف بدري في بتاع الماتش خرج اللعيبه من تركيزهم. المباراه دي عملت حاجز نفسي شويه بين صبحي وبين جمهور الزمالك. لكن صبحي كامكانيات بدنيه، كفكره انه كان الجون الاساسي في المنتخب الاولمبي، كفكره ان السنه دي بيحاول يرجع وبقاله فتره بيقدم مباريات بشكل معقول، تخلينا نراهن على فكره ان هو الراجل عنده 24 سنه. حراس المرمى في مصر اغلبهم نضج في السن اللي هو بتاع ال 25 26 ده، واعتقد صبحي بامكانياته البدنيه وحالته الفنيه المؤخره من اول لقاء سيراميكا اللي لعبه تاني يخلينا نراهن عليه. فيك شويه حاجات تانيه تخليك تروح للرهان ده. كروش كان بيختار، وكروش ده كان مدرب كويس جدا على فكره، عينه كانت كويسه جدا. كل اللاعبين اللي هو شاد بيهم زي عبد المنعم زي اكتر من لعيب هو اختارهم، بالظبط كان عينه عليهم كويسه جدا، فكان بيختاره. وكروش ده كان حارس مرمى، وفيتوريا كان بيختار صبحي رغم انه ما كانش بيلعب في الزمالك وكان بيختاره. وجوزيجو ميز لو تفتكر من اول ما جه كان بيحاول يديله اكتر من مره، يمكن فكره الحاله الجماهيريه شويه اللي ما كانتش فيها عدم ثقه في صبحي هي السبب على فكره. وعايز اقول حاجه خليفه، باحساس ملعب برضو الراحه اللي صبحي خدها اجباريه وانه بعد شويه دي اللي هترجعه تاني كويس. هو راجع دلوقتي كويس، وعلى فكره الجمهور راجع محتاجها. الجمهور راجع حاليا من اول ماتش سيراميكا ومستواه كان كويس جدا، الجمهور راجع تاني يطمن لصبحي، واعتقد ان صبحي قادر على انتزاع مكانه كويسه بمستواه. ماتش سيراميكا التاني احنا قلنا في الاولاني كان كويس جدا، قبل ما نروح للماتش عشان بس وشفنا كلنا الكوره برضو اللي احنا كنا بنتكلم فيها على الاخطاء الفرديه للمدافعين اللي هي كانت انفراد واتعامل فيها بشكل كويس جدا. احنا بناكد لصبحي على فكره اكتسب مزيد من الثقه، الجمهور هيبقى داعم ليك، وهي فرصه ليك ان انت في السن ده وتفرض نفسك في الزمالك في ظل وجود حارس مميز زي محمد عواد. اعتقد ده هيكون في صالح نادي الزمالك، لان انت في مشكله كابتن محمد الجمهور مش واخد بالها شويه. انت دلوقتي لما بتروح لاي نادي، اي نادي تقول له الحارس بتاعك وبيبقى حارس على فكره لا دولي ولا راح منتخبات ولا كان منتخب اولمبي، بيبدا معاك من اول 30 مليون.
طب انا لو ناوي ادفع 30 مليون، طب انا اروح ادعم المراكز الهجوميه، خاصه ان الحراس الموجودين في السوق ما فيهمش حد اصلا بيلعب مثلا اساسي في منتخب مصر ولا في اساسي في منتخب اولمبي، مفيش حد لقطه لدرجه ان انا ادفع المبلغ ده واقول انا جبت بقى حارس كبير هيكسر الدنيا. بالعكس، الحراس اللي عندي هي اللي دوليه وهي اللي بتروح، كانت موجوده في المنتخبات الاولمبيه وهي حاليا بتروح مع منتخبات مصر، ولو في نيه لتدعيم وصرف فلوس انا اعتقد في مراكز في الزمالك. لا، في ملفات كتير قوي. بالظبط، الهجوم والجناح والمساكين والناشئين والملاعب وحاجات كتير. بالظبط، في ملفات كتير اولى جدا من حراسه المرمى اللي انا اقدر احافظ فيها على اللي موجودين عندي واعلم المستوى التنافسي بتاعهم، وبمزيد من الثقه ومزيد من التدريبات مع مدرب الحراس اعتقد ممكن يتحسنوا اكتر. لا، انا عايز احييك على المنطقيه في ايه بقى؟ انت زي ما انت قلت عندي اثنين حراس اوريدي عندهم تراكم خبرات، شخصيات دوليه، عندهم خبرات دوليه، خدوا خلاص اكتسبوا شخصيه نادي الزمالك، مش لسه هجيب حارس مرمى اسمه كبير لك اللي يلعب في ضغوط صعبه، بتبقى الموضوع مختلف مش زي ما الناس. فالقرار لما يكون في ترشيد كمان للانفاق بالراشونال يعني، او بطريقه يعني توجيه الصرف للحاجات اللي اكثر اهميه، ترشيد كمان خبرات افريقيه لعبوها كتير جدا وتأيدوا في افريقيا وعندهم كمان بطولات، لان خدوا بطولات مع النادي، خلي بالك دي كلها تراكم الخبرات اللي دايما بنسعى ان نجيب لعيب بالمواصفات دي، فما فرطش في ابني وادور على سبب غريب زي ما بيقولوا. فانا عشان كده عاجبني المنطقيه في طرحك للقصه، وانا شايف طبعا ده مكسب انك تحافظ على استقرار مركز حراسه المرمى في نادي الزمالك. الا بقى عموما انا دايما برضو لان المراكز مهمه، لو ظهر، ما هو في احيانا انا بتكلم بس ان مفيش حد ظهر في الدوري المصري بشكل يعني اللي هو مكسر الدنيا، لو ظهر حاجه قدامك وكذا، انا مع ان النادي ما يبقاش عنده قلب يعني، اللعيب اللي عندي كويس كل حاجه، بس لو ظهر حد كويس قوي جيبه وينافس، والافضل يلعب لصالح النادي دايما يعني. بس بما ان ما فيش حد في الدوري لغايه دلوقتي ظاهر ولا فارض نفسه بشكل كبير لدرجه ما اللي بيروح المنتخب موجودين في انديه مش هتقدر تجيبهم منهم، وبتوعك وحراسك سواء صبحي او عواد، فحافظ الاول على اللي موجودين بالزبط. عندك الى ان يجد جديد يعني، وهم يستحقوا الحقيقه. بالظبط. سريعا بقى، عندنا ماتش فاركو بكره، طبعا ماتش فاركو بعد 12 يوم ده مش عارف اسميه ماتش افريقيا العوده ولا ماتش كاس العوده، لكن ده قدرنا ان الماتش في الدوري في 12 يوم نلعب فاركو داخل دوره مجمعه بيلعبوا الاهلي. الله يكون في عونهم الله يكون في عونهم والله، اتعمل له دوري خاص. عجائب. شايف ماتش بكره ازاي؟ ماتش فاركو شايف ماتش بكره مهم طبعا. عندنا شويه مشاكل في الماتشات القويه يعني، الزمالك بيحقق نتائج كويسه في استاد القاهره، اللي بره استاد القاهره الدنيا بتعطل شويه، فنتمنى ان الدنيا تبقى احسن في اللقاء، خاصة هيبقى في برج العرب. فاركو عنده مشاكل بس عنده نقط تميز، خلينا نروح لنقطة التميز الأول اللي ناخد بالنا منها يعني. هو بيلعب بسرعة كتير، تسديدات كتير، ضغط على محمد سعيد شيكا والكورة في رجله، وأحيانا كتير كمان بيبقى مهمل قوي في الزاوية القريبة. هو من الناس اللي يعني إيه الزمالك محتاج بكرة يختبره كتير، يعني المهاجم ما يدورش، ما يعملش زي أوباما كده وعايز تجيب هدف سينمائي، حط الكورة بس أكتر من مرة بين الثلاث خشبات وهي تخش إن شاء الله يعني. إن شاء الله. خليفة، الحقيقة يمكن يعني مجموعة إحصائيات دسمة، واستمتعت والله بالتحليل ورؤيه مختلفه وبالارقام. بشكرك شكرا جزيلا ونشرتنا النهارده. حبيبي يا كابتن محمد، انا اللي بتشرف دايما بوجودي مع حضرتك والله، وطبعا في وجودي في قناه الزمالك طبعا. حبيبنا خليفه، طبعا وقتنا خلص سريعا مع المحلل الرياضي محمد خليفه، وشفنا حاجات مهمه جدا وعروض مهمه جدا عن نقاط قوه نقاط ضعف، كمان عن ماتش بكره اللي نتمنى باذن الله بكره ناخد 3 نقاط نستفيد من المباريات اللي باقيه. عندنا اهداف اخرى ممكن نشتغل عليها زي تحسين وضعنا في الجدول، زي تجربه بعض اللعيبه، دي فرصه للناشئين، وده الحقيقه اللي يمكن شغالين عليه. كل التوفيق باذن الله بكره في مباراه فاركو، وان شاء الله لقاء مع حضراتكم تاني قريبا من خلال برنامجكم زملكاوي. تصبحوا على الف خير.